النحو. يعني نتمنى ان شاء الله الخير للمنتخب القومي. لكن عايز اقول لك عشان انت كنت مدرب للمنتخب الماضي يعني مع كابتن شوقي الجهاز اللي فات، ايه شايف الاختلاف؟ يعني شايف ايه الفرق دلوقتي بين منتخب مستر كوبر ومنتخبكم انتوا؟ يعني الكلام ده من 6 7 شهور او من سنه انتوا كنتوا ماسكين، ايه اللي شايفه مختلف او شايفه متطابق او شايف في الظروف اختلفت؟ الظروف هي لا الظروف اختلفت كتير قوي. يعني في مساحه كويس ولا وحش؟ لا في مساحه كبيره قوي يعني لمستر كوبر ان هو يختار براحته. كان في دوري بقى دلوقتي خلص وشغال بصفه مستمره، طلع عناصر كويسه جدا، في استقرار، شايف فرصته احسن منكم يعني. بالظبط بالظبط. احنا في الفتره بتاعتنا احنا يعني لعبنا 4 ماتشات وديين وبعدين دخلنا على التصفيات. ما يعني المفروض يعني العناصر هو برضه دخل ما لعبش ماتشات وديه خالص بس العناصر الموجوده دلوقتي خدوا احتكاك مع النادي الاهلي ونادي الزمالك. اللعيبه اللي موجوده دلوقتي خدوا فتره طويله قوي لعبوا ماتشات فيها مع افريقيا مع النادي في الدوري. بقى شكلهم متميز، بقى واقفين بصفه اساسيه في اللياقه البدنيه والنواحي الفنيه، يعني جاهزين ب 100%. عشان كده كان الفتره بتاعتنا كانت قليله جدا، اعتمدنا كلها على اللعيبه المحترفه. وكان في فتره واللعيبه كانت ما كانش في دوري، ابتدينا في تحسن لما ابتدى الدوري، لعبنا بعديها ماتش بوتسوانا كان يعني ابتدى الاستقرار. شايف يعني دلوقتي الدنيا بقت احسن، اللعيبه اكتر، في دوري بتشتغل، في رؤيه كبيره قوي، مساحه كبيره قوي ان هو يختار كذا عنصر. احنا كان في عدد معين احنا بنبص عليه هو اللعيبه بس نختارها. طب خلينا نروح واحد من اللعيبه المهمه جدا واللي هيكون ليه ان شاء الله يعني نتمنى له باع مع منتخبنا القومي، وهو منتقل حديثا لواحد من انديه القمه في البرتغال سبورتنج براغا، واحمد حسن كوكا. طبعا مساء الخير احمد ومبروك. مساء الخير كابتن حازم، ومساء الخير على كابتن عبد الله صبري وعلى كابتن احمد بلال. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ ازيك صحتك؟ معانا واحد يعني كابتن عبد الستار تالق في بنفيكا تالق كبير، يعني خد بقى منه الخبره والبهاريز بقى من عبد الستار. كابتن والله كل ما اروح كل حته يقولوا لي صبري صبري، عندهم على كابتن عبد الستار. يعني كويس يعني ولا ما عندوش فكره بيقول لك صبري ده؟ لا لا كلنا مجنونين بيه يا كابتن والله. طيب الاول الف مبروك يا احمد، يعني ما شاء الله يعني نادي كبير سبورتنج براغا، اعتقد بتلعب في اليوروبا ليج بتهيألي ان شاء الله يعني. السنه دي هم في اليوروبا ليج فعلا يا كابتن، عندنا في مجموعه مارسيليا وفريق من التشيك وفريق من هولندا. طيب قول لي على التجربه، يعني كنت متوقع انت كنت قريب برضه من احد انديه القمه ان كان بنفيكا ولا بورتو، ولكن سبورتنج براغا نادي كبير، فرصتك السنه دي من المدرب عامل ازاي معاك؟ اتكلم معاك البروجكت المشروع بتاعك ان انت هتبقى هتلعب ايه، هتلعب ازاي؟ قول لنا كده ان شاء الله الدنيا معاك هتبقى ماشيه ازاي باذن الله مع سبورتنج براغا. والله يا كابتن هو المدرب كلمني والايجنت بتاعي في الاول كلمني عن براغا، بعد كده المدرب كلمني وقال لي ان هو عايزني معاه في النادي. فانا فكرت فيها يعني ان النادي نادي كبير والنادي ليه جماهير هنا في البرتغال وبيلعب في اليوروب ليج، فانا فكرت فيها ان هي خطوه كويسه ليا وخطوه لقدام، فالحمد لله يعني ان انا خدت الخطوه دي. خطتي معاهم السنه دي ان شاء الله ربنا يكرمني واحقق واحد من احسن 3 هدافين في الدوري، احاول ان شاء الله اخد مركز من 3 باذن الله عشان ناخد خطوه لقدام في مستقبلي في انجلترا او في اسبانيا. بس واديني مركز مع براغا الفتره دي وعلى اليوروب ليج الفتره الجايه ان شاء الله. طيب يا احمد انت عندك ماتش السبت بكره ولا بعد بكره ان شاء الله؟ لا عندي ماتش الحد. مع مين بقى الحد ان شاء الله؟ فرقه اسمها بوافيتا. بوافيتا ده الاسبوع الثاني ولا الاسبوع الاول ولا الثالث؟ ده الاسبوع الثالث. انت ما لعبتش لسه ولا ماتش، انتقلت لسه وهتبتدي ان شاء الله. انا لعبت اول ماتشين مع ريو اف مع ريال اف والماتش الثاني كان ضد براغا، جبت جون في براغا، المدرب كان بيقول لي كان المفروض تجي اسبوع كده عشان جبت فيهم جون يعني. بس والاسبوع الثالث اهو معاهم ان شاء الله بالتوفيق. سبورتنج براغا فين بقى، في لشبون ولا في بورتو ولا في فين بالظبط؟ بورتو. هو في بورتو، براغا في بورتو، بس بعيد عن بورتو 40 دقيقه. عبد الستار عارف المنطقه كلها، قال لي بورتو على طول. عايز اسالك سؤال. كذا عبد الستار طبعا عارف الدنيا ماشيه ازاي. هم هنا عندهم لشبونه وفي بورتو وفي براغا اللي هي المدينه الثالثه، اكبر مدينه ثالثه في البرتغال. طيب عايز اسالك سؤال، كان لما اتقال انك هتنتقل لبورتو اعتقد البرتغالي قصدي بنفيكا، كان الكلام على ان في حاجه مشكله في الـ في الـ في الـ يعني الكشف الطبي والكلام ده كله، لما عملت مع سبورتنج براغا كله تمام وخلاص الحمد لله مفيش اي كلام من الموضوع ده؟ والله جد الحمد لله كله تمام. انا من ساعه ما كنت فري اف كان كله تمام برضه، مش مشكله، هم حاله ان يلعبوني في اي مشاكل. بس اللي حصل مع بنفيكا مش انا اللي اقدر اتكلم عليه، هم اللي يقدر يتكلموا، يعني اللي طلع الموضوع ده اللي يقدر يتكلم. بعد كده الحمد لله رجعت فريقي، هم يعني طلعوا في
في جرايد او كده في جرايد ان انا رحت عملت الميديكال تيست ثاني عدته بس ده ما حصلش. كان كل الكلام ده ما حصلش، كنت في النادي بتاع عندهم فبركه برضو كده في الصحافه في الاعلام هناك يعني والشغل. الله اعلم يا كابتن، والله انا مش عارف انا اقول اي اسم هم ولا الصحافه، انا ماليش دعوه مش تبع الكلام ده. انا تبع ان انا ما فيش حد يقدر يعني انا ما اسمحش لحد يتكلم عليا بطريقه وحشه بحيث انها تاثر عليا في مستقبلي. انا ما اسمحش لاي حد مش عادل. بس فالحمد لله انا طلعت وبينت والنادي يبين ان انا ما عنديش حاجه والحمد لله سليم. الحمد لله واديني خط كويسه، خطوه كويسه في حياتي في براجا. الحمد لله. ان شاء الله هتنضم يوم الاثنين بقى تيجي مصر باذن الله بعد الماتش. باذن الله جدا السفر يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء بقى جاي عن طريق ميلانو برضو اشوفك هناك ولا ايه؟ شكلي كده هشوفك هناك. طيب يلا بالتوفيق يا ابو حميد، اسكن معايا على الطياره مره جايه الفوت. بشكرك احمد وبالتوفيق وهنتابعك ان شاء الله وتتالق باذن الله. ان شاء الله احمد حسن كوكا نجم نادي سبورتنج براجا، واولى مباراه ان شاء الله مع بافيتا يمكن نادي بافيشتا. بافيشتا البرتغالي يا بافيتا شغل كبير ابسط. شكرا يا احمد، شكرا جزيلا. هينجح مع براجا؟ يعني احمد من اللعيبه المتميزه جدا وانا متابعه طموح جدا، عنده هدف ان هو عايز يعمل حاجه في الدوري البرتغالي وكذا فرقه على فكره غير سبورتنج براجا، ان هو ايه من الفرق الكبيره دلوقتي بورتو وسبورتنج وبنفيكا كان بيكلموه بصفه اساسيه بس هو اختار ان هو عايز ايه فرقه ان هو عايز يبقى متواجد ومستمر ويبقى متالق في فرقه، ان هو عشان كل اللعيبه دلوقتي بيبص طبعا بنفيكا وسبورتنج بس هو يعني اختار سبورتنج براجا عشان يبقى متواجد وفعلا يتالق معاهم. هو هناك الملعب كمان ملعب مساحه يعني يعني جميل جدا، بورتو بلد حلوه بالظبط كده وكان يعني من الفرق الكبيره بتنافس برضو على طبعا معروف سبورتنج براجا.